الأهلي زرع الحياة بالمعنى الحرفي، وده التعبير الحالي اللي استخدمه الكاتب الصحفي الموسوعي الأستاذ حامد عز الدين، كان في ضيافة الأستاذ أحمد موسى، هنشوفه وهو يتحدث عن دور الأهلي في عملية الإنماء والتعمير. كان في مدينة نصر الحتة دي 175 ما فيش قرش انت كلمة صحراء 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 حاجة ملهاش ملامح. فالناس بس مجرد ما شافوا يافطة مكتوب عليها ده أرض الأهلي، أرض النادي الأهلي، ارتفع السعر. بس ارتفع ارتفع ارتفع. اليوم أعتقد إنه المتر السكني هناك يكاد يصل إلى 60,000 أو حاجة. صحيح. المنطقة دي بقى فيها إيه؟ بقت فيها حياة. فزرعنا الحياة. هذا هو المعنى للتنمية الاقتصادية الحقيقية. يعني يا أستاذ حامد بفصاحته وذكائه بيؤكد على هذا المعنى، هو دور تنموي طبعا طبعا. وانا قلت لك الارض بيحصل لها ايه والجيران بيحصل لهم ايه. يا استاذ ابراهيم، انا اتلقى يوميا العديد من الاتصالات ومن شخصيات ما كنتش متوقع اهتمامها انها تبقى اعضاء في انديه. شخصيات بتقود شركات وبتاع، بيقول لك ده جه جنبنا يا عدل ما تشوف لنا. ويروحوا بيعملوا العضويه، وفي تسابق خلال الشهر اللي فات ده لما حسوا ان الموضوع جد وان خلاص بقى في نادي، يعني تنزل الصبح تروح وشافوك بتقدم ملك وكتابه من امام البحيره. اي بحيره طبعا. لا اليوم كان جميل والمردود كان رائع وانت كنت منور. ده نورك يا باشمهندس. والحقيقه يعني هو احنا مش بختنا حلو انا وانت، ان طبعا التاريخ دايما حتى الان يتحقق. صحيح. ودايما احنا بنجد لنفسنا ركن كده ونزاحم ونبقى موجودين. حامد عز الدين بيقول لي عشان اوصل للاهلي في التجمع سالت في حد قال له امشي مع المونوريل. فقال انا اكثر ما اسعدني ان الاقي المونوريل واصل لهناك لقدام النادي، فكانه الاهلي فعلا مرتبط مع مشروعات الدوله وتعميرها، الارتباط الوثيق في شريان واحد. هنشوف كمان الاستاذ حامد عز الدين مع الاستاذ احمد موسى قال ايه كمان. وانت بتقول الاهلي راح يبني في القاهره الجديده، فبس عايز ايه اوصل ببعض من التفاصيل، انه الاهلي اما طلع على مدينه ناصر فاصبحت هي مدينه ناصر اللي الناس شايفاها دلوقتي، وده حصل منذ 32 سنه. كل شيء فيها بقى مختلف. راح على الشيخ زايد، أكبر مساحة لأحد مقرات الأهلي هي الموجودة في الشيخ زايد، لأنها 82 فدان. 82 فدان اشتراها وبناها بالفعل، وده حصل كان في مجلس الكابتن حسن حمدي اللي كان موجود فيه الكابتن خطيب. الكابتن خطيب أيضا كان موجود في مدينة ناصر. وأصبح المكان هناك شيء فوق الرائع. 82 ووافقت الدولة مشكورة بتعليمات خاصة إنه النادي الأهلي هيبني على 100 فدان الاستاد الأهلي الكبير اللي تقريبا كل تصميماته جاهزة، وهيبقى بيطل من الناحية الأخرى على طريق مصر اسكندرية الصحراوي 100 فدان، ووفق للأهلي على الارتفاع إلى 30 متر فوق الأرض، لأنه كان في المنطقة دي كان 8 متر أو 6 متر، يعني عندما عرفت المشكلة فاتحلت، وإن شاء الله يكون استاد الأهلي. ثم كانت بعدها القاهرة الجديدة، وبعدها إن شاء الله اللي جاي، وبعديها اللي جاي، لانه ده دور الانديه الوطنيه، ده دور الانديه الوطنيه. الاهلي مش بس بيبني مع يعني اماكن، انت بتبني بشر. الاهلي مساهمه الاهلي في كل فرق ومنتخبات اللعبات في مصر كل الالعاب بصفه عامه. اهم واحده في منتخب السله اللي مشرفنا الان في بطوله العالم بنت من بنات الاهلي. التنس طاوله هنا جوده المعجزه الاهلاويه المصريه بتحقق
ما لم يحققه احد وهي عندها 15 سنة فتكسب بطولة افريقيا للكبار. كل اللعبات في السباحة في الهاندبول في كله نادي الاهلي ده دوره اللي بيعمله وهو سعيد. عشان كده اما الاهلي بيطلب بيستجاب لانه الاهلي صاحب صاحب التوكيل الحصري للفرحة للمصريين لانهم وطنيين ولان وطني يعني اهلي. يعني الاستاذ حامد طبعا بيتكلم على الفروع وهنا قيمه النادي الاهلي لما بنقول تواصل الاجيال. احنا مش بنرغي الفريق مرتجي يجي في السبعينات يفكر الرقعه بقت ضيقه جدا بنشتغل في 20 فدان والعائلات عماله تتنامى. جات له فرصه مع شركه مصر الجديده للتعمير بتبيع ارض في مدينه نصر. فالاستاذ كمال حافظ وهو وبتاع فكروا ما ناخد الارض دي وخدوا حوالي 50 فدان بقت مدينه نصر اللي بنى مجلس الكابتن الوحش مش كده؟ انا هقول لك انا انا بذكر هذا عشان تشوف ازاي التواصل. فالفريق مرتجي راح واستلم الارض قعد سنتين ثلاثه بقى رايح وجاي في العمارات اللي بتبني حواليهم يرموا الراتش في الراتش في الارض. فراح تواصل مع الفريق ابو غزاله قال له المشير المشير ابو غزاله اتفقوا ان الهيئه الهندسيه هترفع وتكلفت مبلغ كويس معقول بس قال له تتصور فورا لان انا هشيل لك المكب هننضفها ترجع تاني هترجع تاني بعد شهر ما دام ما فيش صور. فبدا الكابتن الوحش اما جه 88 اما جه كابتن صالح وبعدين كابتن صح اتعمل الصور الاول وبعدين الكابتن الوحش من خلال الاداره الهندسيه عملوا التصور بتاع النادي وبعدين وقفنا خدوا مقدمات لكن ما حصلش شغل ولا تراخيص ولا حاجه. لما جه المجلس الانتقالي تذكر 92 فبراير 92 وكنت انا مع الكابتن صالح في الفتره دي الكابتن صالح اتفقنا ان نلحق بسرعه. كان الوزير حسب الله الكفراوي وزير الاسكان مش صلاح حسب الله صلاح حسب الله نعم. فطلبنا يعني يزور النادي وبعدين رحنا عاملين مجلس اداره واجتمعنا معاه وقلنا له احنا عايزين نبني النادي وعايزين نبتدي فورا بقى وعندنا الرسومات جاهزه بس محتاجين اجراءات التراخيص والتسعير والكلام ده وهتاخد وقت. واحنا خدنا كان 1750 بتاخد 750 وتقسط ال 1000 العضويه وعايزين نفعل الكلام ده ونشتغل. ف عمل امر اسناد للمقاولين العرب وقالوا اقعدوا مع بعض واتفقوا بس اشتغلوا. فبقينا شغالين واحنا بنسعر واحنا بنعمل والتراخيص جت استطعنا في وقت قياسي ان النادي يتفتح في خلال 3 سنين. بقى عندك نادي مدينه نصر المتر من 300 جنيه وصل 30,000 جنيه. إن لقيت متر ب 100 ولا 150,000 جنيه دلوقتي تبقى محظوظ. تنميه. وبعدين النادي الاهلي بقى يرتبط بمتطلبات الدوله، ايه الزحمه وبتاع نعمل لك جراج جوه. يتعمل جراج عشان يمشي مع مسارات التجديد والتطوير والكباري والشغل الرائع اللي الدوله عملته. فتحس مدينه نصر كانت مخنوقه دي عشان توصل شارع العقاد ولا مكرم عبيد ولا فكانت تاخد لك ساعتين. النهارده فو طياره. ما هو تشعر ان الاهلي بيتطور مع الجمهور الجديده في المنطقه دي. جه كابتن صالح تاني الشيخ زايد. كابتن حسن ابتدى مجلس الكابتن حسن بعديه راح ابتدى ينفذ البنيه الاساسيه والتراخيص وبتاع. لا ده الكابتن حسن حاجتين يعني الاول الارض في غير المكان
وحصل لا تقريبا لا الارض في غير مكان مع الكابتن صالح والخناقه اللي كانت مع وزير اسكان وكابتن لما زعل ويعني وعمل مقاله مع حضرتك ايوه ازاي تنتزع الارض اللي هي كانت قدام في قلب 6 اكتوبر. فالراجل جه في افتتاح الصرح العجيب بتاع مجمع السباحه اللي ملوش نظير على مستوى العالم أيوه. قال له كابتن صالح قبليها الصبح جالنا جواب سيتم تخصيص 135 فدان في مكان متميز جدا لان الدخول والخروج في المنطقه دي هيبقى صعب تواجد نادي فيه بعد ما كنا صورنا وحطينا حجر الاساس وكل حاجه في المكان القديم. ورحنا في المقر الحالي بقى اللي جزء منه هيبقى استاد وتلته استاد وتلتينه كل الاراضي دي ملك النادي كل مدينه نصر والشيخ التجمع زي. والشيخ زايد والتجمع ما انا جاي لك بس ايه فرع عشان انا عايز اقول لك يعني ازاي نكمل بعض اي فالكابتن حسن جه وابتدى الفكر وتعمل التراخيص وتعمل البنى وقالوا الجزء بتاع الاستاد اجله شويه جه المهندس محمود طاهر كمل البنى وعمل الافتتاح أيه. وفكر ياخد في التجمع وخد الارض ولم يسعفه الوقت طبعا في التنفيذ. لما جه الكابتن الخطيب شعر ان الارض في مكان محاجر وارض لا الارض محفوره اتجرفت ما انت لما بتسيب الارض ما بتشتغلش فيها فورا بتبقى مطمع مره يرموا لك مخلفات بناء ومره جرفوها خدوا منها الرمل فراح طلب انه تبديل الارض فراح وزاره السكن راح محركه له المشروع بس في نفس المنطقه ايوه ال 50 فدان راحت منطقه وبدا فورا في التنفيذ الافتتاح اللي تم نتيجه تواصل مجالس ادارات فعندك مدينه نصر الشيخ تجمع كل مجالس الادارات اشتغلت النهارده تمتلك ارضها شوف انت الاضافه اللي اضفتها عامله ازاي مش بس في ضخ اعضاء وتنميه مجتمعات ده انت كمان الاصول اللي عندك اتعظمت بقت عامله ازاي الاستاد اذا تم تنفيذه واعلم ان في مجهود جامد جدا جدا بيتعمل من مجلس اداره بالتنسيق مع الاهلي المنشآت والمهندس النابه ايمن اسماعيل واحد من كبار رجال التطوير العقاري في مصر واصلين لمراحل متقدمه نتمنى يا رب الواحد يشوف يعني بدء هذا العمل بس انت الاستاد هيبقى قريب منك هتروح الماتشات كده انا هحضرها في البيت في البلكونه هتلاقيني متدلدل زي طيب يعني الحقيقه وده بيشجع ده اللي عايز اقوله بقى ايوه انا مره رحت اسكندريه فدكتور طارق رئيس مجلس محلي قال لي تعالى جه على فكره جه الافتتاح ده لا وما تعالى ايوه دكتور طارق القيعي قال لي انا رايح يعني جاي من اسكندريه مخصوص الدكتور طارق القيعي عشان يحضر اللحظه التاريخيه انا كنت يعني الدكتور طارق كان مستشار الدكتور عادل لبيب المحافظ الوزير عادل لبيب المحافظ قال لي تعالى معايا فروحنا وتطرق الحديث طب تجربه الاهلي الاستثماريه هو عادل بيه لبيب يعني بيسالني والاتحاد السكندري قلت له بص حضرتك دلوقتي كل العواصم لازم يبقى لها امتداد على اطرافها الموقع بتاع الاتحاد السكندري اللي على الترماي ده اصبح لا يمكن يستوعب لا نشاطه ولا تطوره ان ما حصلش على موقع جديد ويعمل نادي جديد ويبتدي يضخ اعضاء واموال دي هتساعده جامد جدا يتحرك وانا بقول ان كل الانديه الشعبيه في محافظاتها يجب ان يحدث معها مثل هذا الامر انا سامع النادي المصري ابتدى برضه هيبقى له استاده الخاص وقريب يعني في شغل كده واصبح كمان الدوله بتفكر ازاي دلوقتي يا استاذ ابراهيم بتدي على الظهير الصحراوي امتداد للمحافظات محافظه جديده اعمل النوادي في الامتداد للمحافظات دي
في الامتداد في الظهير ده. عشان كده كابتن الخطيب قال ان انا بحلم انه الاهلي يطلع لكل المحافظات. طبعا لا كده تبقى عندك رساله ودور في كل محافظه. انت ما انا من مره رحت مثلا محافظه زي المنصوره الا لما الناس منصوره والشرقيه الدهليه والشرقيه واسيوط والصعيد كله الحقيقه. وانا اتمنى ان كل الانديه الجماهيريه حتى الاقصر، الاقصر يا جماعه لانه الناس برضو اكتر من حد سالني هو فرع الاقصر لانه ضمن باقه اقتصاديه للنادي الاهلي تعاقديه. يمكن الناس بتتكلم هو الاهلي ما بيقولش ان ده فرعه، لا هو فرعه هو اسمه طبعا اسم الاهلي واخد اسمه وفقا للتعاقد مع الشركه وادارته اللي افتتحته بالتنسيق مع النادي مع النادي فنيا واداريا وسوف يستمر باذن الله ان شاء الله.